اهلا بيكم، معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولاد. اهلا بيكم، معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولاد. اهلا بيكم، معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولاد. طبعا ناس منكم هتقول يا رانيا انت ايه اللي انت بتعمليه ده، اتجننتي؟ هو انت ناقصه يا بنتي؟ الحقيقه يا جماعه اصل انا اشتريت ميكروفون جديد، هو ده شايفين ده اسمه بلو ياري، فانا كنت عايزه يعني اختبره كده معاكم وتقولوا لي الصوت ده احلى ولا الصوت التاني بتاع الميكروفون اللي كنت بعمل كليب كده، فانه فيهم احسن؟ عشان في ناس كانت عماله تقول لي الصوت واطي، الصوت مش حلو، الصوت ايه، فقلت بقى لا مش هخلف نفسكم حاجه، اجيب بقى ميكروفون بقى الناس كلها بتتكلم عنه، حاجه قويه عشان ايه يعني يعجب. والله يا جماعه انا عملت، حولت، انا عندي استوديو دلوقتي يعني، واحده بواحده بقى عندي استوديو. يعني لو وريت لكم هنا انا عندي جرين سكرين، شايفين دي جرين سكرين اللي انا بستعملها في التصوير ساعات، وطبعا عندي كل الاضاءه بقى اللي هي الاضاءه بتاعت الاستوديوهات دي اللي بتبقى فيها الشمسيه حواليها ومش عارفه ايه دي عندي، وعندي استندات بقى مختلفه، وعندي الرينج لايت اللي هي بتحط التليفون في النص والرينج، وعندي حاجات بتركب فوق الكاميرات. يعني بصوا خلاص يعني دلوقتي انا بقيت بروفيشنال، بقيت بروفيشنال تصوير، عندي استوديو كامل. فخلاص مش مخليه في نفسكم حاجه. المهم ابقوا قولوا لي بس الصوت اخباره ايه، عشان انا جايبه بقى الميكروفون الجديد ده، ويعني لو طلع وحش خلاص ما مش هعرف اعمل حاجه اكتر من كده، انا حاولت على قد ما اقدر. المهم في الفيديو بتاع النهارده انا هكلمكم على كل المساعدات اللي الحكومه بتعملها، يعني حاليا بالفيديو ده يكون لما كده ايه المساعدات المختلفه والبرامج المختلفه الابديتس عنها ايه اللي بيحصل. فاول حاجه بالنسبه للان امبلويمنت بنفيتس اللي هي اعانه البطاله اللي جايه من الحكومه الفدراليه $300 في الاسبوع دي، خلاص هتقف على اواخر سبتمبر، هتقف الايه المساعدات. وهل الحكومه هتمد منها؟ لا مش هتمد منها، مش هتمدها خلاص. ولو في اي مساعدات جايه من الانبلويمنت هتيجي من الولايات. المفروض ان الحكومه الفدراليه مديه الولايات فلوس، الولايات بقى بتاخد الفلوس دي وبتوزعها، عندها برامج مختلفه، فواحده منهم هي اعانه البطاله. اي فالفلوس دي هتجي لك بعد كده من الولايه، مش هتيجي من الحكومه الفدراليه، فاعمل حسابك وظبط البادجت بتاعك على ان ال $300 في الاسبوع دي خلاص هتقف ومش هتتمد. اما بالنسبه لانواع ثانيه زي مثلا التشايلد كير اللي هي التاكس، عوائد الضرائب اللي هي جايه من الاطفال، للاطفال يعني، المفروض ان هي مستمره. الناس دلوقتي بتاخد يعني فلوس شهريه لغايه اخر ديسمبر، وبعد كده في شهر ابريل هيقف من ديسمبر لغايه ابريل، وفي ابريل بقى هياخدوا الجزء اللي هو ايه بقيه المبلغ كامل على بعضه في شهر ابريل. المفروض ان الكونجرس عايزين يخلوا المساعدات دي مش لمده سنه بس، عايزين يخلوها لغايه تتمد بعد كده اكتر من كده. فالمفروض ان هي معموله انها هتخلص في 2021 2022، ولكن الديموكراتس عايزين يمدوها يعملوها مدى الحياه. فجه واحد سناتور من الريببليكنز ان اسمه روبيو، وقال ان هو ان موضوع العوائد الضرائب بتاعت الاطفال دي حاجه هايله جدا، دي بتخلي امريكا توصل للحد الادنى من الدخل العالمي. يعني في العالم كده حاطين حد ادنى، فامريكا مش لسه ما وصلتش للحد الادنى من الدخل، فبيقول المبلغ ده لما يدوه للاسر هيوصل امريكا تبقى قربت من الدخل، الحد الادنى للدخل العالمي. فطلع هو طبعا من الكونسرفاتيفز من الريببليكانز، طلع بقى الديمقراط قالوا انت ايه الكلام ده، لا 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 لا، احنا الفلوس اللي احنا نديها لعوائد الضرائب بتاعت الاطفال مش الهدف منها ان هو يوصل الناس للحد الادنى للدخل العالمي، ده بس بيساعد الاطفال، يطلع الاطفال من حد الفقر. يعني الفلوس دي مش بتروح لكل الناس، مش بتروح لكل الناس اللي ما عندهمش اطفال، الناس الكبار في السن ما بتروح لهمش، فبالتالي الكلام اللي انت بتقوله غلط. وكمان اتهموه ان هو منافق. طب ليه يا جماعه، ده الراجل بيقول لكم ان هو مبسوط من الحاجه اللي انتوا عايزينها. فقالوا له علشان حضرتك ايام ترامب رفضت وصوتت ضد الايه العوائد الضرائب بتاعه الاطفال، النهارده علشان احنا في الحكم فانت بتقول دي حاجه كويسه جدا. فراح قال لهم لا لا لا، اقعد افتكروا الكلام ده، انا قلت الكلام ده لان زمان ايام ترامب كانت متقدمه على انهم هيدوا للناس بغض النظر بيشتغلوا ولا لا، النهارده القانون طالع انهم هيمدوا اعانه البطاله، سوري، عوائد الضرائب بتاعه الاطفال دي للاسر اللي بتشتغل فقط وليها دخل حد ادنى يعني قصدي 7000 واكتر، فده معناها ان ايه، ان ده هيحفز الناس انها تشتغل. المهم يعني ايه، هم بيتخانقوا مع بعض. المفروض ان لغايه دلوقتي المفروض الفلوس دي هتيجي لغايه 2022، هتقف في شهر ابريل الجاي، ولكن
في الخطه الانفراستراكشر بيل اللي هي هيومن انفراستراكشر بيل او الخطه المقدمه ضد الكونجرس انها هتتمدد سنه 2025، هم عايزين يمدوها مدى الحياه، ولكن البند اللي حاطينه دلوقتي بيقول 2025 فقط. طب ليه يا جماعه؟ ما انتوا عارفين ان البيل دي هتمشوها بالديموكرات بس، يعني مش محتاجين الاصوات بتاعت الريببلكنز. ما تعملوها مدى الحياه زي ما قلتوا، ليه دلوقتي هتعملوها لغايه 2025 بس؟ ما حدش عارف، لكن هي محطوطه لسنه 2025. ف مش عارفه الناس دي والله، يعني شويه كده وشويه كده. لو كان الفيديو ده ساعدك باي معلومه او اداك حاجه تفيدك، يا ريت تعمل سبسكريبشن في القناه وتشير الفيديو، طبعا تعمل ثامس اب، ده بيساعد القناه انها تنتشر اكتر وتكبر. المهم ان سيناتور ماركو روبيو برضه ده اللي هو قالوا عليه ان هو منافق، هذا الرجل قدم مشروع قانون هيساعد الطلبه في الديون بتاعه الطلبه. هو عايز يقدم مشروع جديد ان الطلبه ما يدفعوش بعد كده انترست على اللون اللي واخدينه من الحكومه الفدراليه. اي لون فدرالي مش هتدفع عليه انترست، امال هتدفع عليه؟ هتدفع عليه مصاريف اداريه. فبيحسبوا لك المصاريف الاداريه مره واحده بس في العمر، وبتدفعها بقى مجزأة على مدة اللون. واخد اللون 10 سنين 20 30 سنة هيجزأوا لك المبلغ ده على مدار اللون بتاعك، فهو هيكون مصاريف إدارية فقط، فمش زي الانترست بيزيد بقى كل شوية، بيزيد مع الزمن وبيزيد لو اتأخرته، وبيبقى فيه عقوبة لو انت يعني لا مش هيبقى فيه الكلام ده، هو بس مجرد مصاريف إدارية وهتتعمل على مدار العمر بتاع اللون بتاعك. والناس اللي هتدخل في البروجرام ده هيدخلوهم في حاجه اسمها انكم بيز ريبيمنت بلان، يعني علشان خاطر ان انت تدفع اللون بتاعك ده او تسدد القرض بتاعك ده، لازم يكون في دخل ادنى عندك، لازم تكون بتدفع 10% من الدخل بتاعك لو كان الدخل بتاعك حجمه زياده عن الحد الادنى للفقر اللي الحكومه عاملاه. فالحكومه مثلا قايله ان في حد كده يعني ادنى للفقر، ما ينفعش ان ايه ان الواحد يقل عنه، لو كان دخلك اقل من كده ما ينفعش تاخد منك بقى ضرايب ولا ديون ولا اي حاجه. فبيقول لك لو انت الدخل بتاعك فوق الحد الادنى ده 115%، ساعتها ان انت يعني هتبتدي تدفع تسدد الضرايب بتاعتك يعني، وهيكون التسديد بتاعك ما يزيدش عن 10% من الدخل بتاعك. خلاص، فهو عامل بروجرام كده يساعد الناس بدل ما يبقى حمل الدراسه عليهم صعب، لان الاسر الفقيره هنا بتحاول انها تعلم ولادها، تحاول انها ترتقي باولادها، ولكن للاسف الضرايب كتير قوي عليهم ما بيقدروش. فعملوا بقى عمل الكلام. طب الكلام ده هيبدا من امتى؟ هيبدا من سنه العام الدراسي الجاي اللي هو 2022، مش هيبدا السنه دي، هيبدا العام الدراسي الجاي اللي هو من اول السبرينج مثلا. يعني الناس اللي دخلت في الفول خلاص، لكن الناس اللي هتدخل في السبرينج هيبتدي وعايزه تاخد لون هيبتدي يطبق عليها النظام ده. وان زي ما قلت لكم مصاريف الاداره دي مش هتزيد مع الوقت، لا هتفضل زي ما هي، وبتدفعها مجزأة كده على مدار السنه. وهيدخلوك في يعني 10 سنين ريبيمنت بلان، يعني هتدفعهم على مدار 10 سنين على الاقل، فاهم ازاي؟ وممكن تزيد على حسب مده اللون بتاعك. فطبعا ده حاجه هتساعد الناس كتير، فده من ضمن المساعدات اللي الحكومه عايزه تديها للطلبه. في حاجات تانية كتير مساعدات جايه، بس هتيجي عن طريق الولايات. دلوقتي الحكومه الفدراليه بعت فلوس للولايات، احنا خلاص داخلين في الربع الاخير من السنه، الولايات يا اما تصرف الفلوس دي يا اما ترجع الحكومه الفدراليه. طبعا ما فيش ولايه عايزه ترجع الفلوس، فيبتدوا يعملوا برامج بقى. هتلاقوا في برامج كتيره جدا لدفع الايجار، لدفع اليوتيليتي بيلز، لدفع تسديد حاجات كتير. ففي برامج كتيره، الوقت ده حلو جدا ان انت تروح تسال في الولايه بتاعتك، في السيتي بتاعتك، تعرف البرامج اللي موجوده المختلفه وتقدم فيها على طول، تابلاي فيها. ادخل اونلاين، ولو ما عرفش روح للسيفيك سنتر اللي انت قريب منه وقول لهم دلوني اعمل ايه، اروح اموت اعمل اقدم فين، ايه البرامج اللي موجوده. واحسن حاجه برضو ممكن تساعدك السوشيال سيكيورتي اوفيسز، فلو انت تدور على السوشيال سيكيورتي اوفيس اللي جنبك، لو انت من ذوي الدخول يعني القليله، فبتروح للسوشيال سيكيورتي تقول لهم انا ظروفي انا عايز اعرف ايه المساعدات المتاحه، فبيقول لك يدلك على المساعده دي، تروح تقدم هنا وتقدم هنا وتقدم هنا. طبعا للاسف التقديمات بتبقى مبعثره في كذا حته، بتروح تقدم على حاجه في جهه وتقدم على حاجه في جهه، هي متعبه، ولكن يعني اتس وورث ات، لان انت عايز تقف على رجليك وتقدر تعدي الفتره اللي جايه. ففي مساعدات جايه من الحكومه
تقدر ان انت تستفيد منها لما تقدم في السيتي بتاعتك او في السوشيال سيكيورتي، يعني تقدم في انهي اتجاه. الفيديو اللي جاي هكلم سكان كاليفورنيا عن الرنت، في مساعدات لدفع الرنت وقلت كتير عن الاول، يعني الاجراءات قلت عن الاول. الحكومه واحده من الولايات الصعبه قوي كانت ولايه كاليفورنيا، عامله فلوس كتير للناس ولكن بسبب التعقيدات البيروقراطيه بتاعتها ما كانش الناس عارفه توصل للفلوس دي. النهارده قللوا التعقيدات البيروقراطيه وخلوها اسهل شويه عشان الناس تقدر انها تستفيد من الفلوس المقدمه. المفروض ان كان في محطوط حاجه 84 مليون دولار لدفع الرنت ودفع اليوتيليتي بيلز، لغايه دلوقتي وصل للناس 11 مليون فقط من كتر التعقيدات الاداريه. طبعا انا بتكلم على مستوى امريكا، كل المبلغ ده على مستوى امريكا. فواحده من الولايات اللي قللت التعقيدات دي كانت كاليفورنيا. استنوا الفيديو اللي بعد كده هيتكلم عن الموضوع ده لسكان كاليفورنيا. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.